طيب عايز اتكلم على نقطتين بسرعه قبل ما اطلع لفاصل. امبارح حبيت اوصل كده لاي مسؤول كبير في اتحاد الكوره عشان اشوف موضوع كاس مصر ماتش الاهلي والداخليه يوم 30/7، ايه موقفه القانوني، ممكن يتلعب مش هيتلعب، وطلب التاجيل جاي بناء على طلب من نادي الداخليه مباشره. نادي الداخليه هو اللي طلب التاجيل مش النادي الاهلي، عشان بس تبقى الامور بنتكلم في سياقها الصحيح والناس ما تاخدش الكلام في اطار الاهلي عايز ياجل والاهلي عايز يرحل والاهلي بيمشي الاجنده حسب مزاجه. الداخليه اللي طلب ليه؟ الداخليه طلب لان اتحاد الكوره هيفتح لقيد يوم 27/7، فبالتالي اللعيبه اللي على ذمه نادي الداخليه هتنتقل وترجع لانديتها. اللعيب اللي بينتهي عقده مش هيكمل مع الداخليه، فبعد ما كانت قائمتك فيها 25-27 لاعب، قائمتك بقى فيها 10-11 لاعب، فمش هتكمل القائمه. فعلى هذا الاساس الداخليه طلب التاجيل. اخر حاجه وصلت لها من المسؤولين في اتحاد الكوره، وامبارح كنت بتكلم مع مسؤول كبير جدا في الاتحاد صاحب قرار في هذا الشان، قال لي حتى هذه اللحظه لم يجزم ولم يؤكد ولا قال لي، ولكن قال لي حتى هذه اللحظه مباراه الاهلي والداخليه يوم 30/7 في ميعادها، ولا نيه للتاجيل حتى الان. قلت له طب ممكن تحصل مستجدات الفتره اللي جايه؟ قال لي لسه في مشاورات، ولكن قرارنا لغايه دلوقتي المباراه في ميعادها ومفيش تاجيل. عموما هنتابع الملف ده لان الملف ده متعلق بالفريق الاول عندنا في النادي الاهلي. كولر ممكن يدي الاجازه امتى؟ الراجل مستني قرار في موضوع الكاس عشان يدي اجازه ويستعد للموسم اللي جاي اللي هيبقى فيه حاجات كتيره صعبه جدا، وابرزها مباراة السوبر الإفريقي.